يا ابوي راكم في ولايه جلفه، قريت له عبيط الله الحي القبيل اللي معروف راه بالنخاله والشعير والفارينه والحوايج هذه الرقيقه. خلايق تخدم خلايق تخدم تلقط بالالف. سكرونا الكراج تاع في ميزريه كاع، نزلتنا السرقه نقعدوا للسرقه درك دحاي تاع شكاره كيما هذا الخلايق. كنا نجيبوا في 20,000 30,000 وحنا نصرفوها مصروف الروح، لكن انا قاعدين كانت عندنا حجيجه كملناها ولا نخزر فيكم. كان فتحتوا لنا الكراجات، حنايا طالبين يفتحوا لنا الكراجات. قالوا لنا لازمكم حق العقود الايجار، وقالوا لنا نحن البطونات بان تصير الوضعيه، فهمتونا؟ كنت فاتح كراج، كنت مقدم 100 واحد ياكل كسره عادي، ولكن درك راه مسكر الكراجات. درك انا ناكل دراهمي واش نخدم؟ تجاره نخاله وشعير. قلنا المسؤولين هذون يعطونا وعود كذبه، حنا ندوروا نشوفوا منين الجوانات تاع عمر رشحناهم وصلنا لهذوك المنصب، حنا ندور عليهم يشوفونا بلوعة تاعهم، يشوفونا التهيئة، يشوفونا حنا العمال البطالة. راه كانت عمال البطالة ذوك راه مزالت الأزمة على البطالة. كان الكراجات هنا في المحلات الألاف كنا نوكل الكراج اللي يجي ياكل. ذوك ملي سكرنا الكراجات رانا نقعد في القرنيات. كنا خلاص. هي رانا مقبولين. طريق مكسرة بكولات. من اللي سي يقعد يقرا من اللي ظهرك يروحوا اللي سي ما كانش بعيد عليهم. لا قري قربونا اللي يديرونا اللي سي لهيه قربوها لنا ضواو ما كانش طريق مكسره قدروات ما كانش انا اتراب نتبعوا نشوف التراب نلقاو اتراب المدرسه ما كانش كلش مكان ما كان والو. عاوز نقول خديمه تالي خديمه. هنا رانا هنا في قريه عبيد الله راهم ضاربين فينا العقود هذه تاع الايجار، راهم مسكرين المحلات ما تخزروا فيها. نطلب من المسؤولات المحلية نحن هذا البطونة وين باش نسوي الوضعية تاعنا. دوكا انا قلنا لازم نحو كي نعود نسوي الوضعية قالك لازم البطونة تنحو، راه ما كانش اللي عنده عقد ايجار هنا. كيما راكم تخزروا الكراج اللي مسكرين نطلبوا منهم يخزرونا.